كمختص في الشريعة أنا أرى أن الصيام اختياري في الإسلام، اختياري. البقرة 184 يقول لك وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني الإنسان اللي يقدر يصوم وما يحبش يصوم، ما يحبش، ما نفحتلوش يصوم، هو قادر على الصيام، ما عنده حتى مرض، ما عنده حتى مشكل، لكن ما حبش يصوم، لا يريد، لا يختار أن يصوم، عليه فدية.